اي شباب، نرجع على موضوعنا. قلنا انه كل مشروع بيه جزئين، جزء الفيزيكال اللي هو مثل ما قلت لكم انه شلون نسوي المشروع، البناية زين، تطلع البناية مثل الخرائط. والجزء الثاني اللي هو هسه راح يصير عليه شغلنا، وهاي هو الايكونوميك انفايرومنت او البيئة الاقتصادية. هل المشروع رابح؟ هل استخدمت جميع الطرق زين الاقتصادية؟ سويت الالترناتيفز؟ فهنا Each project has two important interconnected environments. كل مشروع يحتوي على بيئتين متصلتين اللي هما the physical and the economic. البيئة الفيزيائية والبيئة الاقتصادية. In physical parts بالبيئة الفيزيائية engineers deal with physical law. المهندسين يتعاملون مع شنو؟ مع القوانين الفيزيائية. يعني أنت من تجي تسوي الأساسات تقول تحمل التربة كذا. زين، ثقل البناية كذا، فلازم نسوي أساس من النوع مثلا السطحي أو العميق. زين، تستخدم القوانين الفيزيائية اللي هي قوانين نيوتن لكل قوة فعل قوة رد فعل. تستخدم فنتشوري اللي أخذته بصف ثاني إذا عندك مثلا مشروع مال أنهار. جميع الفورمولاز والحقائق اللي هي الحقائق ثابتة، هذا اللي أنت تدرسه بجميع الدروس اللي تاخذها من الصف أول للصف الرابع. بالإيكونوميك بارت Engineers looks for المهندس يبحث عن satisfaction of stockholders owners stockholders اللي هم المساهمين والowners اللي هم المالكين. المالك من يجي ينطي فلوس ويسوي مشروع، صحيح ممكن بيه خدمة اجتماعية، بس هو شو يريد؟ يريد الربح، يريد أقل تكلفة، يريد أقل وقت، يريد أحسن نوعية. والمساهمين أيضا، يعني المساهمين هذه تعبير رأسمالي، أنه هناك الشركات مو يملكها واحد وإنما تنزل أسهم، فملاك الأسهم يسموهم الستيك هولدرز. فالمهندس يجب أنه شني؟ أنه يرضي ذول المالكين والستيك هولدرز. لازم يقلل من الكلفة، لازم يقلل من الوقت، لازم يحسن من النوعية. These are people and they have various action. هذول الـ owners والـ stakeholders هم ناس وعندهم يعني desires، يعني متطلبات مختلفة، وعندهم أفعال مختلفة. لهذا يعني هذا المعنى هنا بالـ economic part العملية تكون أصعب. يعني أنت بالـ physical part ثابتة ما بيها، ما دام انه تحمل الكونكريت كذا والوزن عليه كذا طلعت السقف، مو صحيح؟ بس بالايكونوميك بارت متطلبات اكثر من شخص، الاونرز اكثر من واحد، الستيك هولدرز اكثر من واحد، فهاو تو ساتيسفاي ذيم، شلون ترضيهم؟ هي عن طريق انه الدراسه الاقتصاديه او انه تعلمهم هذه شنو فرقها عن هذه. هذا الرسم يبين انه الكونستراكشن او البرودكشن الانتاج بجزء اللي هو الفيزيكال وبجزء الايكونوميك. بالفيزيكال نسميه انجينيرنج بروبوزل، يعني عندك مشروع هندسي فيزيائي تريد تسوي مستشفى او شيء. بالايكونوميك لا، انت ما تريد الفيزيائي وانما تبحث عن من؟ عن عمليه الارضاء، انه انت ترضيهم من حيث مثلا اذا كان متطلباتهم مثلا اقل كلفه، اذا كان متطلباتهم مثلا اقل وقت، اذا كان متطلباتهم مثلا نوعيه متوسطه، فهاو تو ساتيسفاي ذيم، هذا يسمونه الايكونوميك بارت. فيزيكال اند ايكونوميك افشنسي. هسه الان نريد نقيس انه انت عندك مو جزء فيزيكال وجزء ايكونوميكال، فنريد نشوف الافشنسي. الافشنسي اللي هي الفعاليه يعني مالتك، والله انا الكلمات مرات ما تروح مني. الافشنسي مو الفعاليه، زين، اللي هو مقياس النجاح، انه انت سكسس اوف بروجكت از ميجر باي افشنسي. زين، مقياس نجاح المشروع يقاس بالافشنسي فعاليته. فبالفيزيكال هو عباره عن المخرج زائدا تقسيم على المدخل. يعني شنو المخرج زائد تقسيم المدخل؟ يعني انت عندك كونكريت او ب 30 ميجا باسكال، مو اخذت بصف ثاني كومبرسيف سترينث، طلعت كونكريت، اذا الكونكريت 30 ميجا باسكال هذا مخرج انت اللي سويته، المدخل اللي هي المعلومه اللي اجتك انه الكونكريت ب 30، فتقسم الاوتبوت على الانبوت يطلع عندك الافشنسي، الافشنسي 100%. زين، ف when such physical units are involved عندما تحقق
يعني المبنى هذا اللي تريديه. Efficiency will always less than the unity or less than 100%. هذا شنو معناه؟ هسه انت المدخل عندك عبارة عن خرائط لبناية، زين يعني المخرج انه تسوي هاي البناية، اجي سويت هاي البناية، تجي هاي البناية ما مدى تطابقها مع الخرائط؟ يعني البناية الحقيقية اللي هي الفيزيكال هذه الاوتبوت، زين، والانبوت هي الخرائط. فانت اذا سويت احسن ما يمكن، كل شيء سويته بدقة، كونكريتك دقيق، طابوقك دقيق، بيبانك دقيقة، شبابيكك دقيقة، كلها هذه المخرج مالتك يلا يوصل للانبوت. اذا بالضبط طلعتها نفسها بتقسم الاوتبوت على الانبوت يطلع واحد اللي هو 100%. زين، خلي في بالك بالعالم كله عمر المنشأ اللي جاي تنفذه ما يطلع يشبه، يعني الى حد بسيط، مو يعني مو مطينك خرائط مال المستشفى وتبني لك بنايه ثلاث طوابق سكنيه، لا، المستشفى هاي مو بنيتها عمرها ما تطلع بدقه الخرائط. الخرائط سهله العمليه، هي عباره عن خطوط انت تسويها، بينما انت من تجي تنفذ اكو مشاكل فيصير تغييرات. ففي احسن الاحوال، في احسن الاحوال تطلع 100%، واللي هي عمليا ماكو 100%، دائما less than 100%. زين، ماكو مشروع بالعالم سواء بامريكا سواء هنا يطلع physically 100%. It is well known that physical efficiencies over 100 are not possible. مستحيل يطلع عندك الافشنسي بالفيزيكال اكثر من 100%، لان انت تريد تسوي البنايه مثل الخريطه، سويتها مثل الخريطه انت يلا تطلع 100%، عمرها ما تجي مثل الخريطه، لانه قلت لك المتغيرات ممكن هوايه، هذه فتطلع دائما اقل من 100%. بالايكونومي الافشنسي او الفعاليه شلون تنحسب؟ تنحسب على الورث على الكوست، يعني انت جاي محدد كلفه. زين، يعني خلينا نبسطها، انه انت عندك محل مال عطاره، زين، قوطيه المعجون تشتريها ب 1500، من تجي تبيعها بيش؟ خو ما تبيعها ب 1500، تبيعها ب 2000. زين، ال 2000 ذني الورث، يعني اللي حصلتهن، وال 1500 شنو؟ الكوست. من تجي تقسم الورث على الكوست، زين، يطلع اكثر من واحد، يطلع اكثر من 100%، والا انت عملك فاشل. شوف اذا طلع 100%، هسه اذا انت اشتريت قضية المعجون ب 1500 وبعتها ب 1500، تجي الافشنسي تقول 1500 على 1500 طلع 100%، يعني هو الرقم مغري 100%، بس بالحقيقه 100% يعني ما عندك ربح، يعني هذا أسوأ شيء ممكن انه يسويه، ورا هذا الشيء راح تصير خساره. فدائما بالايكونوميك افشنسي يو ار لوكينج فور مور ذان 100%، لازم اللي يدخل لك اكثر من اللي يصرفه، يعني اللي يدخل لك اكثر من الكلفه. فايكونوميك افشنسي كان اكسيد، يمكن انه تتجاوز 100%، اند ماست دو، ويجب ان تتجاوز 100%. So for economic undertaking to be successful، من اجل تقول انه انا اقتصاديا ربحت، وياي؟ يعني هسه انت اذا تتكلم على مستشفى، زين، احنا بالاقتصاد مثلا نقول انه التكاليف لهذا يجب انه تطلع خلال 12 سنه، من تجي تشوف انه شو يدخل لك خلال 12 سنه العمليات والهذي، وجاي اتكلم اجين، يعني مو مستشفى فري عندنا بالسماوه، لا، المستشفى برا هناك حتى لو فري للناس فتاخذ فلوس من الدوله، كل يعني مريض يطب لها الكشفيه مالته تنوخذ من الدوله مباشره. فانت ورا 12 سنه اذا ما مطلع الكلفه معناها ما سويت شيء، معناها مشروع خاسر، اذا انت محدد 12 سنه. اذا لا تجاوزت الكلفه معناها المشروع شنو؟ مشروع رابح. فيجب ان يكون الايكونوميك افشنسي اكثر من 100، بينما الفيزيكال افشنسي في احسن حالاته يلا يوصل 100%. هذا مثال راح ننهي به الموضوع، واريد حل من عندكم الاسبوع الجاي، تنزلوه على يمن، تنزلوه على انا راح اسوي بي اسايمنت، تنزلوه على جوجل كلاس روم. يقول in the conversion of energy in a certain plant، يعني مصنع معين certain plant يسوون به تغيير للطاقة، يعني يجيبون مثلا الفحم يطلعون كهرباء، او يجيبون النفط يطلعون كهرباء، هذا يسموه conversion of energy، يعني تغيير للطاقة. assume، افترض that the plant efficiency، انه الافشن